عندما بدأت الهجمات الحوثية على السفن بالبحر الأحمر، خشيت دول أوروبية وغربية أن تتأثر إمدادات الطاقة سلباً، لكن ما لم يكن بالحسبان أن يصل التأثير للفاكهة والخضار إلى حد أن تتعفن قبل أن تصل للأسواق بحسب صحيفة بوليتيكو. فكيف أثرت الضربات على أسواق الخضار والفاكهة؟ الاستهداف المتكرر للسفن التجارية أجبر عددا من الشركات على تحويل رحلاتها واللجوء لطريق لم تسلكه منذ سنين طويلة، وهو رأس الرجاء الصالح. وبحسب الصحيفة، فإن توقف السفن المؤقت في باب المندب ومن ثم إعادة تحويلها لطريق رأس الرجاء الصالح أدى لتأخير شحنات الفاكهة والخضار المتجهة إلى أوروبا بنحو 3 أسابيع، ما يعني أن المنتجات الطازجة قد تتعفن على الطريق وقد تصل ذابلة بأحسن الأحوال، ناهيك عن ارتفاع تكاليف شحنها بمقدار 5 أضعاف، مع احتياج السفن لمزيد من الوقود وارتفاع أجور توقيمها. التأثير طال حتى اللحظة الأغذية الطازجة، فيما سلمت أنواع أخرى كالأرز والقهوة من المأزق بحسب ما قاله المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية، إلا أن استمرار التوترات سيعرضها للتلف بنهاية المطاف.